مشاهدينا في كل مكان، صباحكم أحلى مع بيتنا أحلى. كنت بسمع كتير كفى بالموت واعظة، وإن زيارة القبور بتحيي القلوب وبتعرفنا حقيقة الدنيا الزائلة اللي بنقطع بعض عليها. لحد ما توفى حد عزيز عليا وحضرت دفنه وتكفينه ونزوله القبر، ووقفنا على قبره ندعيله وبعدين مشينا. وإحنا ماشيين انتبني رعب لا يوصف، وشكله قدامي مش قادرة انساه. مش الأهل ومش الأحباب والأصحاب، وفضل لوحده في مكان موحش مظلم، لا نقدر نسيب حد يسليه ولا حتى فلوس تنور قبره. وتخيلت إن أنا كمان هيحصل معايا كده، وهبقى مكانه في يوم من الأيام، وياريتها وحدة بس، لأ ده كمان بداية للحساب وللسؤال عن الصلاة وعن العبادات. ومفيش رجوع تاني للدنيا عشان نعيد الأعمال أو إننا نحسنها. كل ده كان بيدور في بالي وإحنا راجعين، ووصلنا البيت وأنا التفكير هيفرتك دماغي، وبقيت بنام وبحلم إن أنا بموت، بس في حاجة طبقة على نفسي ومش قادرة أقوم ومش قادرة أتحرك ولا حتى أتكلم. عايزة أصوت وأقول لكل اللي حواليا الحقوني، محدش يمشي ويسيبني، بس حتى الصوت مش طالع. عارفة إن أنا بموت، بس مش عارفة حتى أنطق الشهادة. كابوس مرعب متكرر بس بيعدي عليا كأنه ساعات، وبقوم منه بعيط ومش عايزة أعمل أي حاجة غير إن أنا بس أصلي وأقرأ قرآن وأذكر ربنا سبحانه وتعالى. أيوة كنت بحس بالأمان بعد ما بعمل كل ده، بس الرعب والخوف من الموت مش مفرقين لي أبدا، وطبعا الإحساس ده طول الوقت متملكني ومسود عليا الدنيا في وشي. وبقيت عمال أسأل، هو مفيش حاجة أقدر أعملها أضمن بيها حسن الخاتمة وإن أنا أدخل الجنة من غير ما أتعذب ولا أتعاقب ولا يبقى في عتاب بيني وبين ربنا؟ أنا مبقتش حتى قادرة أسمع أي فيديو بيتكلم عن العذاب ولا على النار. أيوة طبعا حياتي اتغيرت وقربت من ربنا بشكل كبير جدا، وبقيت بدعي على طول بحسن الخاتمة وبأكثر من الأعمال الصالحة، بس عايشة في رعب على طول بيخليني مش عايزة أخوض أي تجربة جديدة ولا عايزة أتعلم أي حاجة جديدة. حتى الشارع خايفة أعديه خوفا من الموت، وإن أنا بقى بقرب من نفسي أجلي. وبقول لنفسي أكيد ربنا ما خلقناش عشان نعيش العيشة دي. ما انكرش طبعا إن زي ما قلت حياتي اتغيرت للأحسن، بس كنت في الأول بعيدة عن ربنا، بس قربت منه. ولحد إمتى هفضل كده وبعاني وعايشة في الهلع وفي الخوف من المجهول ده؟ أنا مش عارفة أنام ومش عارفة أعيش الحياة، بقيت مكتئبة مش عايزة أشتغل ولا عايزة أمارس أي حاجة في الحياة، وبقيت معيشة اللي حواليا كابوس بيعيشوا معايا لحظة بلحظة، وبقيت بقول يا رب أموت بقى واخلص من الحياة. الحقيقة إن دي قصة حقيقية لحد أصيب بخوف من الموت. وطبعا في ناس كتير بتسأل، طب ما دي حاجة طبيعية، كلنا بنخاف من الموت لأنه حاجة بالنسبة لنا مجهولة، ولأننا مش ضامنين نهايتنا هتبقى عاملة إزاي ولا إيه اللي هيحصل بعد موتنا. وبالمناسبة الخوف من الموت مش بس مقتصر على المسلمين، ففي دراسة بريطانية اتعملت في 2014 خلصت ان كل 10 اشخاص فيهم 8 اشخاص في بريطانيا تحديدا مش بيحسوا بالراحة ابدا عندما يسمعوا الكلام اللي بيتحدث عن الموت. وعشان كده بتلاقي ناس كتير قوي بتغير عادات حياتها وبتلتزم بنمط غذائي معين خايفة من الموت، ودي طبعا حاجة طبيعية. لكن اللي مش طبيعي إننا نوقف حياتنا أو نعيش في رعب ويصيبنا فوبيا بسبب الموت. أيوة طبعا مطلوب إننا نعيش حياتنا كأننا هنعيش الدهر والأبد كله، ومطلوب برضو نعمل للآخرة كأننا هنموت بكرة. لكن إزاي بقى المعادلة الرابحة دي نكسبها ونعيشها صح؟ ده اللي هنحاول نشوف تطبيقه معاكم إن شاء الله، وإزاي نبقى بمتذكرين الموت من غير ما نقعد نخاف منه على طول، نبقى بنحضر له صح بس في نفس الوقت عايشين الحياة برضو صح.